تعالوا بقى ناخد خبر من الاهلي. مال بقى يا سيدي خبر من الاهلي؟ الاهلي عنده مشكله جديده، والاهلي مشاكله كتيره اليومين دول قوي. تعال اقول لك الخبر ده اللي قاله المدير الفني لجنوب افريقيا، كان بيتكلم على الاهلي. تعال اقول لك الخبر ده وبعد كده احكي لك حكايه بيرسي تاو. هوجو بروس، من هو هوجو بروس؟ هوجو بروس هو المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا. هوجو بروس بيقول لك اداره الاهلي تحاول مع تاو بكل الطرق، ولا اعتقد من خلال ما قرات ان كل هذه الفرق ترغب في خدماته. انه الاهلي هو من عرضوا على كل هذه الفرق من اجل التخلص منه. الموقف غير ملائم بالنسبة له، ومع نهاية موسم الانتقالات في كل البلدان ربما يجبر الاهلي على بقاء بيرسي تاو، وهذا ما سيحدث معه. يعني هوجو بروس بيقولك ان الاهلي بيحاول يعرض بيرسي تاو وبيحاول يجيب عروض لبيرسي تاو، واللعيب مفيش نادي عاوز يشتريه. ده الخبر بتاع هوجو بروس، مدرب مين؟ مدرب جنوب افريقيا. تعال بقى اقولك المعلومة اللي عندي. المعلومة اللي عندي وهي بيرسي تاو عنده اصابة مزمنة، وانا الناس اللي على الفيسبوك ما كنتش لسه اتكلمت على الفيسبوك، الناس اللي على اليوتيوب اكيد من سنة قلت لكم، كنت انا اول واحد في مصر يعني قلت لكم بيرسي تاو عنده اصابة مزمنة، والناس هجمتني وشتموني. بيرسي تاو عنده اصابة، والاصابة دي محتاجة مركز تأهيلي كبير زي المركز اللي موجود في قطر، اعتقد مركز اسمه سباير بتاع علاج اللعيبة، مركز من اكبر المراكز المتخصصة على مستوى العالم. بيرسي تاو كان عاوز يروح مركز سباير، التكلفة غالية، ومركز سباير ده بالمناسبة دونجا رايحه، دونجا لعيب الزمالك الصفقة الجديدة رايح مركز سباير. الزمالك موديه قطر هيتعالج في اغلى واحلى المراكز العالمية اللي موجودة في دولة قطر. فبيرسي تاو عاوز يروح يتعالج بشكل مكثف في مركز سباير، والاهلي رافض، والاهلي مش راضي، يقولك انا هدفع فلوس على الفاضي وانت كده كده ماشي، يعني انت اصلا مش هحتفظ بيك، انت انا بدور لك اصلا على بيعة، اصرف عليك كمان علاج؟ عكس الزمالك اللي دونجا لسه صفقة جديدة، والزمالك بيعالجه، والزمالك بيحاول انه يعني يحتوي نبيل عماد دونجا. طيب ايه اللي هيحصل، وايه الحكاية، وايه الرواية؟ بيرسي تاو عاوز يتعالج، والاهلي يقول له لا اتعالج هنا في مصر، روح بقى مستشفى العظام، مستشفى الهلال بتاعة العظام، ولا روح مستشفى بوريش، ولا روح مستشفى التأمين الصحي، روح بقى مستشفى اتعالج هنا في مصر وبلاش قطر يعني، واللعيب مصمم يروح قطر. فدي ازمة جديدة داخل الاهلي، والاهلي مش عاوز يعالجه لانه هو عارف ان هو اجلا ام عاجلا هيمشي، فمش هيبقى موت وخراب ديار، يعني تبقى بديك عقدك ومشتريك ب2 مليون دولار من برايتون الانجليزي، وفرحت باسم الانجليزي، وخدت اشتريت العتبة الخضراء، وكمان عالجك، فيبقى صعب جدا جدا جدا. طيب ده بالنسبة لبيرسي تاو. تعالوا ناخد خبر كده من الزمالك، هشرب كده الاول لغاية ما الناس على الفيسبوك يعملوا لايك وشير، والرجالة على اليوتيوب يعملوا لايك واشتراك في القناة. طيب ناخد خبر من نادي الزمالك. ايه هو يا سيدي الخبر من نادي الزمالك؟ امبارح جات لي بعض من يعني شوية اصدقاء كده اتكلموا معايا بخصوص الكلام اللي انا قلته امبارح على مصطفى فتحي، وانا بتكلم بشخص يعني بشكل شخصي، وانا حر، انا ما بتكلمش باسم حد، انا ما بتكلمش باسم حد. انا لا اطيق رؤية اربع لعيبة: طارق حامد، محمد ابو جبل، مصطفى فتحي، مصطفى محمد. انا حر يعني، انا بتكلم عن نفسي انا بقى دلوقتي، انا بشرح لك قصة حياتي، انا ما بحبش الاربع لعيبة دول، وانا شايف الاربع لعيبة دول حق ربنا ما يعتبوش من قدام بوابة نادي الزمالك لغاية يوم القيامة. ده وجهة نظري، ما اعرفش انت وجهة نظرك ايه.
امبارح جالي تليفون مهم جدا 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 من احد الاصدقاء، قال لي ايه؟ قال لي انت قلت على مصطفى فتحي ان هو ساب الزمالك وخان الزمالك وخان العيش والملح وخان العشرة والكلام ده كله. قلت لي اه. قلت له اه. قال لي طب لو عرفت الحقيقة. قلت له الحقيقة؟ هو في حقيقة في الموضوع ده؟ قال لي اه في حقيقة في الموضوع ده. قلت له قول. قال لي يا باشا الزمالك كان داخل بتقله في مصطفى فتحي وكان هيشتريه مش هياخده إعارة. قلت له اه. قال لي يا باشا القصة ان الزمالك جه في اللحظة الاخيرة وراح واخد خطوة واتنين وتلاتة للخلف. قلت له ليه؟ قال لي عشان بيراميدز هو اللي يدخل ياخده. قلت له طب ده معناه ايه؟ قال لي يا باشا ده اتفاق جنتلمان ما بين الزمالك وبيراميدز. ازاي؟ اسيب لك دونجا وعمر جابر ب25 مليون مش ب30 وهسيبهم لك ومش هرخم عليك. حلو. مقابل ايه؟ مقابل انك يا زمالك تاخد خطوتين للخلف في مصطفى فتحي. قلت له اه. فهل الزمالك وبيراميدز وهم بيتعاونوا في قصة صلاح محسن اللي انا لسه قايلها لك من شوية، هل الزمالك وبيراميدز فعلا ظبطوا القصة دي؟ وهل الكلام اللي جالي ده صح؟ انا بالنسبة لي ما يفرقش معايا مصطفى فتحي ولا عاوزه في الزمالك ولا هو مؤثر في الزمالك. يا ما كان بيتعالج ويا ما كان يعني مش عايز اقولك هو ما عملش حاجة في حياته مع الزمالك غير الجون بتاع رامي ربيعة اللي طقطق له ظهره ده، وكان الله بالسر عليم، وكان حتى الجون التالت يعني الزمالك كان كسبان 2-1 الاهلي في السوبر، الزمالك كان كسبان 2-1. ولكن دي الحكاية اللي اتقالت لي، هل دي المعلومة صح؟ هل المعلومة غلط؟ ولكن ده الكلام اللي اتقال لي ان الزمالك وبيراميدز كان في ما بينهم اتفاق جنتلمان وفي تعاون ما بين الزمالك وبيراميدز بشكل كبير جدا جدا جدا. هقول لك مفاجأة بخصوص ما احنا بنتكلم على التعاون بتاع الزمالك وبيراميدز. جات لي معلومة ان ممكن مش اكيد ممكن محمود علاء يروح بيراميدز. ممكن محمود علاء يروح بيراميدز. دي معلومة جات لي الله أعلم إيه صحتها من عدم صحتها. ده بالنسبة للاتفاق والديل والقصة بتاعة الزمالك ومصطفى فتحي. خلصنا خبر من الزمالك ندخل على خبر من الأهلي.